لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون مرسلين والحمد لله رب العالمين. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. فاتحوا أنا لقيت أثر. أنت قلت تو أن قراءته عند المقابر تذهب الذنوب 12 مرة 11 مرة. إذا مر أحدكم بالمقابر وقرأ سورة الإخلاص 11 مرة أخذ ثواب بعدد من في القبور بالنسبة للعائد له، علاوة على أنها تفيد الأموات فائدة عظيمة لا مثيل لها، لأنها تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إخلاص الصمدية. أنا على فكرة لقيت كتب الوالد سيد يوسف هاشم السيد أحمد الرفاعي الوزير نائب شيخ الطريقة الرفيعة الصوفية آمين قدس الله سرهم العالي، لأنه قال الحسن البصري جت له واحدة مرة بالبصرة قالت له أنا بنتي توفت وشوف لي شنو حالها. قال له والله بنتك بالنار. الله. أي والله راحت تبكي وبعد أسبوع قال طلبها الإمام الحسن البصري قال جيبوها. قال ليش؟ قال والله شفت بالرؤية أن الله غفر لها وكل المقبرة، أن مرة ونساء ورجال صالحين قروا الإخلاص قل والله وحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فوق 500,000 مرة. الله يكرمك يا شكرا. وهذا الدليل.